الدعاء الجماعي بعد الدفن جائز ولا لا؟ واحد أحد المشايخ من ميشيغان يقول يعني هلكون الناس، هذا ليس له أصل وليس له كذا ولا سند ولا دليل ولا كذا. يا أخوانا احنا دفننا الميت وقفت دعوت قلت يا ربي اللهم اغفر لعبدك وارزقه التثبيت فإنه الآن يسأل. ونبينا قال ادعوا له استغفروا الله استغفروا لأخيكم وسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. فبدل كل واحد يقولها وحده ممكن يكون مش عارف الحديث ده ولا يعرف كيف يعبر هذا التعبير، وقف الشيخ الإمام دعا دعاء بلسان عربي مبين وأمن الناس على دعائه. ولأن شفنا المشايخ من قبل الكبار يفعلون هذا على المقابر ونحو ذلك، يعني أقول له هذه المسألة يعني حبيب من مواضع الاجتهاد بين أهل العلم. منهم من قال لا كل واحد يدعو سرا في نفسه إلا إذا حدث هذا قصدا جرى مجرى الزلة العابرة والفلتة العارضة it's okay. حدث أحيانا لكن ما تتحولش إلى منسك من مناسك الدفن، تبقى ضمن البروسيجر المقننة. يعني الفقرة الأولى الدفن، الفقرة الثانية الاستفاضة الدعاء، الفقرة الثالثة نعزي، الفقرة الرابعة ننصرف. تقنينها بهذه الصورة يدخل فيها شوب الابتداع. يعني الأصل سنة، إنما تقنينها وإلزام الناس بيها وجعلها وضع مستمر ومضطرد بهذه الصورة لعل الذي أنكر عليك من هذا الباب. أما إن جرى مجرى الزلة العارضة والفلتة العابرة واحد دعا والناس أمنوا لا بأس بهذا. الشيخ ابن باز رحمه الله سئل أرى بعض الناس يقفون عند القبر بعد دفن الميت ويدعون له فهل هذا جائز؟ قال دلت السنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم على شرعية الدعاء للميت بعد الدفن، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم وسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. ولا حرج كلام الشيخ ابن باز في أن يدعو واحد ويؤمن السامعون أو يدعو كل واحد بنفسه للميت والله ولي التوفيق. دار الإفتاء المصرية لها فتوى في هذا، سئلت عن حكم الدعاء الجماعي على قبر الميت فأجابت من السنة الشريفة أن يقف المشيعون للجنازة عند القبر ساعة بعد دفن الميت والدعاء له، والدعاء للميت والذكر عند قبره يكون سرا أو جهرا وبأي صيغة تشتمل عليه، فالأمر في ذلك واسع والدعاء في الجمع أرجى للقبول وأيقظ للقلب وأجمع للهمة وأدعى للتضرع والذلة بين يدي الله عز وجل. فالخلاصة أيها الحبيب الأمر في ذلك واسع والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.